اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده والمنيو بتاعنا النهارده والغدا بتاعنا النهارده بنعمله بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والمتابعه والاتصالات الهاتفيه اللي بتتم من خلال تواصلنا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. كثيرا عايزين يعرفوا طريقه عمل الفراخ الكريسبي او الدجاج الكريسبي، الحاجه المقرمشه المقليه زي بتاعه المحلات اللي بره دون ذكر اسماء، والاولاد بيحبوها بما ان احنا دخلنا على العام الدراسي الجديد. اتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبه والطالبات. عايزين نعمل لهم اكلات سريعه وبسيطه هم بيحبوها، ما نضيعش وقت، خش المطبخ نعمل فرخه وزنها كيلو ونص 2 كيلو حسب الحجم وحسب عدد افراد الاسره، هنعملها مقليه زي كريسبي بتفاصيل بسيطه هنشوف مع بعض. معايا طبق مكرونه عشقي، مكرونه بالجبنه والكريمه. لما نوفق ما بين جبنه موزاريلا مطاطيه وكريمه لباني مع مكرونه بنه مسلوقه بطريقه الشيف المغازي والتكنيك العالي من سلق المكرونه، هو سلق المكرونه فيه افتكاسه؟ فيه افتكاسه وفيه خبره، هنشوف الكلام ده في التفاصيل ان شاء الله. معانا نوع بطاطس النهارده، البطاطس لا مقليه ولا مشويه، اسمها بطاطا بخلطه الشيف المغازي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي هيحبوها الاطفال، ويبقى فيها الزيت قليل لطيفه وجميله ولكن قيمتها الغذائيه عاليه بما فيها كربوهيدرات ونشويات، وده مفروض لاولادنا ومطلوب لاولادنا في المرحله الاولى من عمرهم. انا مش عايز اطول حضراتكم في المقدمه، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بتسن السكينة ليه يا عم الشيف؟ لأن الفرخة اللطيفة الجميلة الحلوة النهاردة عايزين نقطعها تقريبا من 12 ل 16 قطعة، رقم زوجي ليس فردي، هنشوف مع بعض ازاي وتكفي العيلة واصحاب العيلة وحبايب العيلة. معانا فرخة وزنها بيعمل كيلو ونص تقريبا، وتقدري تتحكمي في الحجم حسب عدد أفراد الأسرة. معانا التوابل بتاعتنا توم بودر وبصل بودر. استخدامنا في الكريسبي يفضل التوم البودر والبصل البودر، علل ولماذا هتشوف التفاصيل دي واحنا شغالين. معانا توم، معانا عصرة ليمون، ملح وفلفل وشويه بابريكا وزيت للتحمير، ما تنسوش البقسماط معانا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، والمقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن هتعملي فراخ احسن من بتاعه بره مليون مره. حلوه دي، احسن من بتاعه بره مليون مره. جت معايا ازاي مش عارف. تعالوا نقطع الفرخه مع بعض. حلوه، ده مهم جدا. أول حاجة تعالوا أعلمك إزاي تقطعي الفرخة بأحجام متساوية وفي نفس الوقت كمان بطريقة صح، دي البداية. سنتي السكينة يا أمي، لازم تمسحها كده مكان احتكاك المعادن ببعضيها. حلو، هناخد الفرخة الحلوة دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي يا غالية. حلوة، كل حاجة فيكي هناكلها بإذن الله تعالى. شيل الطبق ده من هنا، مهم. وتعالوا مع بعض نشوف الفرخة دي تقطيعتها هتتم ازاي. نحط الطبق ده هنا كده عشان مخرجنا الجميل يجيبها كده حلوة. تمام، وادي الفرخة معايا. مشاكل الفراخ اللي بناكلها كريسبي أو مالية بيبقى ما بين مفاصل الدم، مفاصل العظام في دم، مفاصل العظام بيبقى فيه دم أو فيه كتل دموية، فأنا لازم وأنا بعمل الفراخ وبقطعها أشيل المكان اللي هو بيسبب الموضوع ده او اللي هو ما يستويش في تحمير الزيت. اول حاجه السلسله بتاعه الفرخ هشيلها، ادي الفرخه معانا، نبدا نشيلها من هنا كده في البدايه اهي، السكينه ماشيه لوحدها في قلب ظهر الفرخه. حلو، دي اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. شيلنا دي كده اهو، سهل جدا تشيله، والحاجه دي ما تترميش مع الجلده دي كده اهو، دي مهمه جدا. ليه يا عم الشيف؟ لان دي ملهاش عوزه، لا فيها لحم ولا فيها اي حاجه، ولكن فيها مرقه، فيها شوربه، تقدري تغليها في ميه بوكي جارنيه وتعملي صوص الدمجلاس او البيون او الشوربه اللي تعملي بها رز، تعملي بيها شوربه مشروب بالكريمه، زي شوربه شعريه، زي ما انت عايز. احنا بنخليها على جنب كده لغايه لما نحوش لنا خمس ست رقبات نبقى نستخدمهم بعد كده. حلو الكلام. هنيجي هنا للفرخه في النص، بنقطعها كده بسكينه حاميه وسكينه صغيره اللي هو بيسموه الكازلك، اخواننا الجزارين الجدعان كازلك. الكازلك ده بيكون عندك في المطبخ، تقطعي حته لحمه، تشفي حته لحمه، تقطعي فرخه، ده مطلوب. وتمسحي الميه
اللي هي بتاعت نتيجة إن أنا غسلت الفراخ أو إن أنا نقعت الفراخ في عصير حمضي اللي هي المية والليمون والخل. فرخة ما تتغسلش ونقعد ندعك فيها تحت الحنفية ونغسلها بدقيق، ولا الفرخة بتتجمن عند الجزار، بتعمل لها منقوع حمضي اللي هو مية محلول حمضي عبارة عن مية وليمون وملح. بتجيبي ليمونة تقطعها نصين وتعصريها وتخليها في المية، برتقانة ونصين وتحطها في المية، وشوية ملح وشوية خل، وتنقعي الفرخة فيها كده وتطلعيها. بس مجرد ما تقطعي الفراخ ما تغسليهاش، ده المفروض تبقى معانا بالشكل ده كده. هنبدأ نقطعها كده عند الجناح مناب. كنت وانا صغير لما اعيط الجناح ده كان يخليني يسكتني اهو. هي الحاجه مش هتديني صدر الفرخ، صدر الفرخ كان ده للحاج. هناخد الجلده دي كده مش عايزينها. حلو قوي. تقطيعه الفراخ مهمه جدا. البعض بيحب ان الفراخ تكون كريسبي ويحتفظ بالجلده بتاعه الفراخ اللي هو ده، لان الدهون هنا شويه زياده والبعض بيشيله. انت عايزه ايه دي بتاعتك، خلي بالك ده اختياري. انا شخصيا بحب الفراخ لما بتكون كريسبي، باكل الجلده دي تكون نظيفه ولطيفه وحلوه وبيبقى طعمها حلو. انا شخصيا بحبها عشان نبقى فاهمين. البعض مش بيحبها، فالاختيار ليك. حلو انك تشيليها يعني. امسك الفراخ كده اظبطها الحاجات اللي ملهاش لازمه، وابدا ان انا اقطع الفرخه دي بقى. ايه عايزاها كام، 16 قطعه ولا 12؟ عايزها كام يا مخرجنا، 16 ولا 12؟ 12. حاضر، رقم زوج. احنا كده اتنين منهم اهوت زي الفل. هنشيل دي من هنا عشان مش بحب الدم، وناخد سكينه بقى كبيره حلوه كده. نيجي على الدبوس. ادي الدبوس، ونيجي على ده كده. كده كام؟ ادي كده 2 5. حلو قوي. نيجي على الصدر. شفت انا بشتغل ازاي اهو؟ وادي كمان قطعه. نجي نفس القصه هنا كده. حلو قوي، ده اكتر من 12. ربنا مبارك الحمد لله، سمي بسم الله وربنا يبارك. وادي دبوس. هي السكينه عارفه فين المفاصل بتقطع. ادي كده 2 دبوس. ونيجي هنا كده. شفت انا بقطع بسكينه كبيره ليه؟ عشان الخبطه بتجيب كف ايدك كده على ظهر السكينه. حلو الكلام. وانت لازم مش عايزه بكف ايدك، ماشي يا ست الكل، هاتي ايدي لهون. ما عندكيش هون، جيبي سكينه تانيه عندك. حلو الكلام. وانصحك لما تروحي للفرارج تجيبي الفراخ ما تقولولوش يقطعها لك، انت قطعها عندك في البيت. دي حاجه بسيطه، انا قطعتها معاكي واحده واحده. نعد مع بعض مخرجنا الجميل. ادي الفرخه اللي احنا بنتهمها فرخه غاليه، الفرخه بكام، كل الكلام ده ما بيفرقش معايا. بيفرق معايا تبذيرك، التبذير، وازاي اكون وزيره اقتصاد في البيت، اعمل من الفرخه حفله. اهو معانا 2 4 6 8 10 12 14. مرزه يا عم الشيف، لان الصدر قطعته على ايه؟ على 3، ممكن نقطعه على 2. انا معايا 14 قطعه من الفرخ اهو، هتبلهم مع حضراتكم كده واحده واحده. نصيحه مني، الفراخ قطعناها كده ما تتغسلش. عندك مشكله في الزفاره او شم ريحه ان في زفاره، كل اللي هتعمليه هتجيبي ليمونه وبرتقانه وتمسكي الفرخه دي تعمليها في محلول حمضي بالليمون والبرتقال والملح والخل، وبعد كده تنشليها وتستخدميها. الفرخه معايا نظيفه وزي الفل، اشتغل فيها على طول. حلو الكلام. دي البدايه. اول حاجه هنحط توم. الأم اللي كانت اتصلت الأسبوع اللي ماضي وعلت إزاي وحلفتني برسول الله وبرحمة أمي وبالدنيا كلها والكلام الحلو اللي ادانا طاقة إيجابية، طلبت مني الفراخ ديت، فأنا بعملها لك دلوقتي يا أمي. يا ريت نسمع منك تليفون ونسمع صوتك الجميل وإن إحنا قدرنا نرضيكي، الله يرضى عليكي. معانا البابريكا، شوية كركم مفيد جدا للكبد، بهارات الحلوة اللي هي الناعمة دي اللي بتدي طعم، دي بتاعتك أنت. بس الاكله دي مش هنستغنى عن التوم الباودر والبصل الباودر. فلفل اسود، الملح بتاعنا. حلو الكلام. دي التتبيله بتاعت الفرخه. حذاري، اسمعي بقى، ده قانون حذاري، واكتبي تحتها كده الشيف المغازي، انك تحط اي ماده دهنيه في تتبيله الفراخ الكريسبي.
يعني ايدك ما تروحش على الزيت ولا الزبده ولا السمنه وتحطها في التتبيله. الف باء مطبخ ما ينفعش. حلو، ممكن تحط عصير ليمون، ممكن تحط معلقه خل زي ما انت عايزه. تحط زيت او زبده او سمنه هيعمل عمليه تفكيك للتوبنج بتاع التتبيله، مش هيخليها تمسك فيها. حلو الكلام. احنا طبيعي لما بنحب بنعمل حلاوه المولد، وبمناسبه حلاوه المولد كل عام وحضراتكم بخير، بنقول لكل الامه الاسلاميه اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله كالعاده، وسنه ما تتقطعش يا رب، وكل سنه ما تتقطعش. بنعمل حلاوه المولد مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، علشان ما تشتريهاش من بره. هي الفكره ان هي اسهل حاجه ان جوزك هو جاي يجيب علبه حلويات المولد من المحلات اللي بتبيع، في تنافس في الاسعار، في تنافس في الاشكال، في تنافس في الماتيريال. ولكن لما نعمل السمسميه والحمصيه في البيت دي بمليون حلوة هتشتري من بره. هي دي الفكره كلها، انك تعملي كحك البيت في البيت، حلاوه المولد في البيت، والاولاد يشاركوكي، يعرف ان الحاجات دي بتتورث لاجيال ثم اجيال، والحاجه دي مزروعه جوانا. زي ما انا طلعت لقيت حلاوه المولد بتتباع وبتتعمل في البيت وهكذا. حطيت عصره ليمون على التتبيله، حلو الكلام، بس دي كفايه. ما تنسيش النشا قد ايه اشيب بالمعلقه، عشان الشيب بيقول لك الشيب يحطه بالبركه وخلاص. معاكي واحده واحده. فاكره التوابل اللي انا حطيتها زي نعمين يا فندم. حلو، جالي السؤال من الكنترول دلوقتي، ينفع اسلق الفراخ نص؟ لا، اسلقها نص سله لو الفراخ دي هتتقطع اكبر من كده. الفراخ دي انا مقطعها حتت صغيره بالشكل ده كده. هنعلمكم ازاي تحمروا الفراخ على مرتين وتبقى كريسبي. لازم الفراخ دي تتحمر على مرتين، انما لما بسلقها نص سلقه ما بتبقاش زي بتاعه المحلات اللي باكلها بره. المحلات التانيه ما بتسلقش الفراخ، بتتبلها وتعمل لها التوبنج بتاعها وتشيلها في عمليه تبريد، تطلع من التبريد تخش عمليه بخار تسويه وبعد كده تخش على الزيت. احنا هنعمل الكلام ده دلوقتي مع بعض. ادي النشا. واوعي تحط بيض كريسبي، الفراخ ما بياخدش بيض. حطيت عصره ليمون، همسك الفراخ كده بالشكل ده كده. حطيت بيض؟ لا، واسيبها في المنقوع ده او في الخليط ده كده. بالشكل ده كده. حلو الكلام. هتحتاج مني تاني للامانه شويه دي، وانا شغال واحده واحده. عيني المخرج ده بيقول لي عايز ادوق الفراخ دي بعد ما تخلصها. واضح انك انت عايز تتعلم مطبخ. شيل لك المكرونه دي حبيبي. ادي الفراخ بالشكل ده كده. زي الفل. نقلبها تاني واسيبها في الخليط ده عم الشيف لغايه لما نشوف التوبنج بتاعنا او الكريسبي او الطبقه الخارجيه اللي بتبقى موجوده على ظهر حته الفرخه. الواحد بياكل صوابعه وراها لما بيجيبها. الفراخ بالشكل ده كده، الفراخ بالشكل ده كده. حلو الكلام. طب نعمل التوبنج ولا نطلع فاصل؟ طيب خلونا نسمع التعليمات، نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض التركايه الاخيره لعمل الفراخ كريسبي. طبق مكرونه عشقي بالجبنه والكريمه، ما تنساش البطاطس الحلوه اللي اولادنا يحبوها. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ألف باء مطبخ، دايما حضراتكم متعودين مني استخدامي للثوم الباودر او البصل الباودر او الجنزبيل الباودر، الجنزبيل الباودر قليل جدا، بس في بعض الاكلات اللي هي الفاست فود الكريسبي سواء سمك سواء فراخ بنحتاج للثوم الباودر والبصل الباودر، ونختار المنتج الجيد اللي فيه تاريخ صلاحيه كويس من المكان الجيد ده. المفروض معانا هو الثوم الباودر والبصل الباودر بينزل على البقسماط. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايه الاضافات بتاعتك يا عم الشيف؟ النفس، شويه زعتر، شويه بابريكا، شويه كركم يخلوا الفراخ لونها ذهبي قبل ما تتحمر، ده زعتر. ويا سلام لو خدت، شوف التركيه اللي انا عاملها دي يمكن اعتقد يعني حاجه بسيطه وسهله بس تفرق. فرمه الزعتر على كف ايدك كده قبل ما تحطيه ده موضوع تاني. بيبقى بودر ناعم كده. هي شفت ازاي؟ هي دي اهي اهي، تفرق كتير على فكره. حلو الكلام؟ شوية كركم، شوية بابريكا، ما تحطيش لا كمون ولا كزبرة. حلو الكلام، عشان ما تاخدناش على طاجن بامية. الفلفل. كيفية تصنيع التوبنج الخارجي الكريسبي للفراخ.
نفس المكونات دي على الشاشه، تفاصيلها باينه وموجوده. حلو الكلام. خدي مني بقى التركيه الصغيره دي باطراف ايدي كده، اللي انا بحطه ده قرنفل اهو. شفت بقى ده المزاج بقى اهو، سنه قرنفل صغيره كده ما تكتريش منها، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه اهو. في طريقتين، يا اما تجيبي رقائق الذره الهشه اللي هو الكورن فليكس تجيبيه وتطحنيه ناعم تستخدميه، وده بيتباع منه جاهز وبيتباع منه سليم. يا اما تجيب البقسماط اللي هي فتات الخبز اللي باقيه عندك او العيش اللي هو الفينو وتحمصها في الفرن وتطحنيها، دي بتاعتك. ايه الفرق بين الاثنين؟ اختياري. ده رقائق ذره، وده طبعا ما طالع من القمح او طالع من الخبز او طالع من العيش الفينو. حلو، ده طعم وده طعم. طيب ايهما افضل يا مغازي؟ لو عملت خليط ما بين الاثنين بيبقى لطيف وجميل. انا حطيت دلوقتي التركيبه اللي حضراتكم شفتوها دي، حلو الكلام، بزود منها عليها معلقه نشا في الخلطه دي، معلقه هرميه. هرميه يعني ايه؟ يعني المعلقه زي الهرم كده بس خلاص. ونقلب دول مع بعض، وناخد الفراخ واحده واحده نحطها في الخلطه دي، وندخلها بعد كده نشيلها من الخلطه دي نحطها تبريد 30 دقيقه ساعه، ممكن تسيبها اسبوع لو انت مش هتستخدمها النهارده. اه بالشكل ده كده نشيلها كده من الخلطه دي كده اهي، ونحطها هنا اهي. الدبوس اللي انا بحبه اه، بنتخانق عليه مين هياكل الدبوس بتاع الفرخه، الجناح اللي انا بموت فيه بنتخانق عليه اه. ما شاء الله الحله اتملت فراخ. وتدخلي الخلطه ما بين الجلده وما بين الايه؟ اللحم بتاع الفرخه. بيسالوني في الكنترول دلوقتي، شوف مغازي، بنروح على المحلات بتاعت الفراخ دي بيسالونا عايزينها كريسبي، عايزينها سبايسي ولا مش سبايسي؟ السبايسي ده بيجي منين؟ حلو الكلام؟ ادفعوا كام بقى واجاوبوا على السؤال ده؟ فرخه ما فيهاش عظم. انا شلت المشكله اللي بتسبب مشاكل في تحمير الفراخ اللي هي السلسله. شلتها، خلصت منها. بقت معايا بالشكل ده كده. هجيب بمعلقه كده اوزع الخليط ده كده علشان ايدي، والزيت عندنا غزير. حلو. وامسك كل واحده واحده كده اطبطب عليها. بس بعد ما اقلبهم بالتقليبه دي كده. هتقولي لي ليه قلبتهم ما تاخد واحده؟ بص بقى يا ست الكل، ما انا بكلم على كل حاجه اكيد وراها حاجه. عشان ارحم ايديا من العجينه دي ما تمسكش في اطراف ايدي، فانا اغلفها كلها كده وابدا اشيل واحد واحد، يبقى شغلك كده على نضيف وايه، وشغل روقان. حلو الكلام. بالمعلقه بدات بيها، شيل المعلقه على جنب ونبدا الحركه اللي عاملها دي مهمه جدا. حاضر يا غالي، بيقول لي جاوبنا على السؤال بتاع الايه، السبايسي. السبايسي دي ممكن نعمل الفرخه دي نصها سبايسي ونصها عادي. حلو الكلام. بتاخد نص الخلطه اللي انا عملتها في البدايه قبل ما احط فيها الفراخ، بحط عليها السبايسي. في زي الشطه بتتباع كده عامله زي الكاتشب، بنجيبها او نجيب الكاتشب ونحط عليه شطه، بس ايهما افضل؟ نجيب الصلصه اللي هي الحاره. ما تستخدميش الشطه البودر، مشاكلها مع التكرار كتيره بتعمل لنا مشاكل في الهضم ومش لطيفه. انا دايما بحب الشطه اللي هي بتبقى سايله زي اللي عامله زي الكاتشب كده، وبتبقى لطيفه وجميله. تحط على نص الخلطه دي الشطه دي او السبايس ده، وتبداي تتبلي الفراخ بالخلطه دي، وتحط الخلطه دي ما بين الجلده وما بين اللحمه، عشان كده لما بناكلها بره بنلاقي ما بين الجلده وما بين اللحمه لون بيميل للحمار كده شويه، هو ده اللون اللي احنا بنستخدمه. هبدا امسك دي كده واحده واحده، اشيل دول كده على جنب واعمل كده كده، واجي هنا كده، واجي هنا كده. في التفاصيل بقى، ما انا عايز ابيع بقى، عايز الولاد يشوفوا حته الفرخه زي ما بشكلها بره كده. الله الله عليك يا استاذ ريحه، تعالي اشتغلي مكاني بقى. تقول لي ممكن نحطها في الفريزر شويه؟ قلت في البدايه دي تتحط في التبريد مش اقل من نص ساعه في تبريد عالي. لو انا هقليها نص ساعه، لو انا مش هستخدمها النهارده بحطها لمده اسبوع 10 ايام مفيش مشكله. وده يفضل ما تقعدش في الفريزر كتير علشان دي ما فيهاش مواد حافظه. الحاجه اللي خلاها كده اسبوع باسبوع تبقى لطيفه وجميل. ده الجناح بسم الله ما شاء الله بينافس الصدر اهو. شايفين كبر معايا ازاي؟ اه. واحدة واحدة.
خدت وقت مننا الفراخ؟ اه، بس ده السؤال كتير جدا على السوشيال ميديا. اه، الحركه اللي بايديا دي مهمه جدا على فكره. اه، شفت بقى التوم الباودر بيروح فين؟ شفت البصل الباودر بيروح فين؟ شفت التتبيله اللي انا حطيتها على البقسماط بتروح فين؟ اه، بتخش جوه النخاشيش اللي ايه؟ الفرخ. افتح كده، افتح الفرخه بايديا واشوف الدنيا فين ماشيه. طب اقول لك على فكره حلوه، هتدعي لي؟ طب اسمع دعوه حلوه اللي احنا ماشيين بيها، بنزين الحياه. دعوه حلوه من ام جميله، من ام طيبه، من بنوته حلوه، من اختي ربنا يديها الصحه. دي بنزين الحياه، انا بسميها بنزين 95 كمان، لو في اعلى من كده ممكن. حلو الكلام. ايه هي بقى يا عم الشيف التركيه دي بقى؟ هو ده. عايزه تحمري الفراخ دي دلوقتي حالا؟ ما عندكيش وقت تحطها في الديب فريزر ولا التجميد؟ تعملي اللي هقول لك عليه. هتجيبي بخاخة المية، عارفاها؟ ليه بخ بقى مية دي كده؟ تلاتة تعريفة في المحلات بتاعت الأدوات المنزلية. وتحط فيها مية باردة، يعني مية ساعة. حلو الكلام؟ أو تحط فيها المية وتحطها في التلاجة وتدي فريزر، يعني تبقى باردة شوية. وتحط على المية دي يعني سنة ملح صغيرة كده وتبهريها عشان ما تفسدش الطعم. بس ما تحطيش حاجة تعوق عملية الرش يعني. ما تجيش عليك حتى روزماري وليمون وتقول الشيف قال حط، لا، هي سنه ملح سنه فلفل صغيره كده. حلو الكلام يا امي. والفراخ دي تبخيها بالميه دي قبل ما تحمريها وتحطها في الزيت. لو انت هتحمري دلوقتي، الصدر ده كبير على فكره، ممكن نقطع دي على اتنين، دي كبيره بس دي بتاعتي انا، شيلها لجوزك دي. والله الفرخه ممكن اقطعها على 16 مش 14 كده، دي على اتنين يعني. عايزين ان هي كبيره؟ عامله زي صدر الديك الرومي. ليه بقى بقول لحضرتك ترشيها بالميه دي؟ لان انا هحمر على طول. طب الميه هنا فايدتها ايه؟ دايما بيقولوا لنا في الامثال الشعبيه رش الميه عداوه، مع المغازي رش الميه بقلاوه. يعني بيخليها ايه؟ تبقى بقلاوه زي البقلاوه كده مقرمشه، وبتحافظ على التوبنج اللي انا عامله ده ما يخلوش يسيب الفرخه وايه وينزل في الزيت. شفت بقى التركيه البسيطه دي؟ لما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، هو ده اللي انا اقصده. رشة المية دي مش عداوة، بقلاوة. ده لو أنا هحمر دلوقتي. طب ليه ما رشهاش لما أطلعها من الديب فريزر أو من التجميد؟ لأن الديب فريزر أو التجميد عمل عملية تثبيت للتوبنج في حالة التجميد. الله عليك يا عم الشيف. أنا ممكن أعمل الفراخ دي في 3 دقايق وخلصنا، بس لو أخش جوه التفاصيل التفاصيل ده مطلوب، وده الحمد لله اللي مخليه في مكانة كبيرة عند حضراتكم وفي قلوب حضراتكم، والكلام الطيب اللي بنسمعه من حضراتكم. أهم حاجة التوبنج ده اللي أنا تبلته من البداية. ما شاء الله الطبق اتملى. في واحدة هنا، شوف في حاجة. الحمد لله. سؤال بقى، الخلطة اللي أنا عملتها دي ينفع أرميها؟ تاخدها تحطها على الحوض؟ أزعل منك وخصمك. ليه؟ ده تبذير اللي انا بتكلم عليه. لازم تكون وزيره اقتصاد في بيتك. الخلطه دي بقف بس لمده 2 دقيقة اشيل الكلاكيع الصغيره نتيجه التتبيله وانقيها كده، وان انا احطها في منخل واهزها او في مصفى، وتتعبى في كيسين او في كيس واشيلها في الديب فريزر، في الباب بتاع الديب فريزر. استخدمها في سمك، استخدمها في لحمه، زي ما انا عايزه. خلي بالك اللي انا بقوله ده اهم من ده، عشان انا ده فيه فلوس، دي مكلفه خبره طهويه ومكلفه توابل. ايه اللي يحصل يا عم الشيف؟ بشيل الحاجات دي الكلاكيع الصغيره دي يا امي، واقسم المقدار ده على كيسين، عشان لما اطلع زي ما انا عايزه، واحطهم في الباب بتاع الديب فريزر، واكتب عليهم فكره الشيف المغازي، واخليهم وقت ما احب اعمل الفراخ دي اطلعها كده واستخدمها زي ما بستخدمها. ما تتشالش في الثلاجه، كلامه واضح اهو، تتشال في الديب فريزر، لان دي فيها بكتيريا، لو حطيتها في الثلاجه هتبوظ، انا غير مسؤول، لازم في التبريد العالي اللي هو الفريزر. حلو الكلام؟ هناخد الفراخ ونخليها على جنب ونشوف ورانا ايه. بس خلاص هتبخها ميه يا شيف، هنبخها باذن الله تعالى، بس خلي التحمير ده بعدين. تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه، مكرونه بالجبنه والكريمه. حله بتغلى على النار فيها ماء وزيت وملح، ميه وزيت وملح. المقادير على الشاشه يا شباب بعد اذنكم. فين المكرونه؟ عينيا. مكرونه بالجبنه والكريمه، ادي الجبنه الموزاريلا وادي الكريمه اللباني، ومعانا شويه بقدونس او ريحان وزبده ومعلقتين من الدقيق مش النشا.
والحليب طبعا 1 كوب. اول حاجه بسلق المكرونه نص سلقه في قلب الميه المخلوطه بالزيت والملح. واهم حاجه يا ست الكل الميه تكون بتغلي. الله عليك يا مخرج يا مبدع. غلوه الميه دي سر من اسرار نجاح طبق المكرونه، سواء بتعملها بشاميل او بتعملها بالكريمه او تعملها نودلز، اي نوع مكرونه بتسلقها. ليه؟ لانك لو حطيت المكرونه في ميه بارده وسبتها تغلي على النار الاثنين مع بعض، المكرونه دي هتتكسر. المكرونه دي مش رز، المكرونه دي مصنعه، فانك تحطها في ميه وتستنى عليها لما تغلي هتتكسر وتعجن منك، فلازم تحطها في ميه بتغلي. الله اكبر. ونقلب ونسيبها يا عم الشيف نص سلقه على ما نجهز الايه الوايت صوص بتاعنا. ايه هو الوايت صوص اللي مكسر الدنيا في المطاعم؟ المكونات بتاعته 4 او للامانه 5. لما اقول لك 5 يعني اصابع ايدك الخمسه عشان ما تنسيش. اولهم الحليب والزبده، ادي 2، كريمه لباني 3، معلتين دقيق 4، 5 هو ده بقى الحب، العشق، تعملي الحاجه بحب. داخله تعملي وايت صوص. هنشيل المكرونه دي على النار دي وتعالوا نعمل الوايت صوص مع بعض. على الزيت بتاع الفراخ ما يسخن شويه. المكرونه نخليها هنا، نبدا نشتغل هنا الوايت صوص بتاعنا. حلو الكلام. هنحط زبده مع شويه زيت على النار عشان نحمر شويه دقيق حلوين. ليه بتحط زيت مع زبده يا شفنا؟ عشان الزبده ما تتحرقش مني. حلو الكلام. واستنى على الزبده لما تسيح، اجهز المضرب بتاعي الجميل الحلو. ومعانا هنعمل قد ايه وايت صوص؟ على فكره الوايت صوص ممكن تعمليه عندك في الثلاجه وتحطيه. شويه شوربه المشروم بالكريمه تاخدي معلقتين منه. المطاعم الكبيره بتعمل كده، وخاصه في المطعم الطلياني. اخواننا الطلاينه عندهم نوعين من الصلصات مسمينه الصلصه الذهبيه والصلصه الفضيه. الصلصه الذهبيه والصلصه الفضيه. اكتب اللي بقوله لك ده بالله عليك عشان ده مش اختراع، دي خبره السنين، انا مش بهزر. والله بجد الصلصه الذهبيه والصلصه الفضيه. الذهبيه اللي هي ايه؟ عبارة عن صوص طماطم محطوط في التلاجات عندهم. ألا كارت أوردر عايز مكرونة بالوايت صوص ياخد من الصلصة الفضية اللي هو الوايت صوص، صلصة ذهبية اللي هي ريد صوص، وهكذا اللحمة وهكذا، شوربة وهكذا، فنوعين الصلصة دولت موجودين في أي مطبخ طلياني أو في أي قسم طلياني موجودين بكثافة موجودة، أذان موجود، أذان يعني بالمعنى الطهو يعني حلة كبيرة. آدي الزبدة مع الزيت على النار، بناخد معلقتين دقيق ونحمر. حلو الكلام؟ ده مطلوب. ايه يا عم؟ ادي الدقيق بنحطه هنا. حلو الكلام؟ هعمل شوية صلصة دلوقتي تستخدموهم في حاجات كتيرة قوي على فكرة. لا شغالة. شغالة والله، معلش ضعيفة بس يا أستاذ. ادي الزبدة مع الدقيق زي ما انا شغال كده. شفت بقى؟ شفت الغليان ده كده؟ هحتاج شويه كمان. هو ده. حلو. ده مش بشاميل. الوايت صوص ايه الفرق بين الاثنين؟ البشاميل اللي بيبقى له كثافه او تقيل، والوايت صوص خفيف. حلو. عايزه بطعم الزعتر؟ نحط شويه زعتر. انا بحب دايما احمر الدقيق في الزيت والزبده. زبده اكتر يعني. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تلكمنيش الوايت صوص او الدقيق لما تحمريه في قلب الزبده، لما نشرب من الشوربه دي او ناكل من الصوص ده ما يلكمناش. اما اللي بيقلب الدقيق مع الحليب ويحطه على النار دي مدرسه غلط. شفت الدقيق اتحمر كده واشم ريحته كانك بتعملها عصيده، واشم ريحه تحميره الدقيق في الزبده. دي مهمه جدا على فكره. هستعين بايه يا عم الشيف؟ هستعين بماء سلق المكرونه وهستعين بالحليب عشان اعمل الوايت صوص. شويه شوربة من شوربة المكرونة اللي بتغلي دي وشوية حليب، والحليب طبعا أكتر من الشوربة بتاعة المكرونة. أول
اي فن تمام. هننزل بالحليب اهو ونقلب أوه. دي اول حاجه. حلو الكلام. هنفكه بقى بايه؟ بميه الشوربه. اهي بدات تغلي اهي. خرجنا الجميل بدات، ربنا كرمنا وغليت الحمد لله. حلو؟ اه. ده الوايت صوص. نقلب كده. طبعا انا النهارده فرصه مع بدايه الاسبوع بجاوب على 90% من الاسئله اللي بنشوفها من خلال السوشيال ميديا من متابعتنا وفريق السوشيال ميديا، الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي موجوده على السوشيال ميديا. الوايت صوص بيتعمل ازاي يا شيفنا؟ اهو انا شغال اهو. تقليب اهو، حبه جوز الطيب، حطي بشره جوز الطيب. اه. شفتي؟ بس بلاش طبعا جوز الطيب كميه كبيره لان عندنا الاطفال ممكن ياكلوا من المكرونه دي، وبعدين جوز الطيب بتؤدي للنعاس، يعني الواحد يبقى عايز ينام، فبلاش منها. اه. انا بشرح لك التفاصيل كلها اهو. شفت بدا يتقل معايا اهوت زي الفل اهو. تشوف القوام بتاعه؟ يكلكع مين يا استاذ؟ الله يرضى عليك. روالك على البوتاجاز عشان تجيب التفاصيل بتاعه الوايت صوص. بص القوام اهو اهو اهو. اشيل دي من هنا؟ حاضر. اه والله اشيلها، خليها هنا، شوف التفاصيل دي بعدين. اهو على ما ربنا يكرم. اهو ادي البشاميل بتاعنا اهو. ده بشاميل هنا مش وايت صوص. اهو شايف القوام ده؟ اهو ده بشاميل مش وايت صوص. اهو شايف الزعتر؟ اهو. طب تعرف ده صح ولا غلط ازاي يا مغازي؟ بالتركية اللي هعملها دي كده. اه. انت في المطبخ مع نفسك كده عشان تدي لنفسك الثقة. اه. ناخد ده كده ونحطه على المغرفة دي كده. شفت كلكعة؟ يبقى انت عاملاه مكلكع. اه. اكتب اسمي على اوراق الشجر. سافر حبيبي وهجر. اه. حرف ايه؟ شفت ده الوايت صوص. حلو الكلام؟ اه. عايزينه خفيف ننزل بالشوربه دي. عندك شوربه لحمه انت بقيت احسن مني، عندك شوربه فراخ بقيت احسن مني، شوربه المكرونه بقيت زيي. اه ونقلب. انا بتحكم في القوام بتاعه. أوه. دي المكرونه هتكمل سوا هنا، خلي بالك عشان كده هخليه خفيف. حلو الكلام. هخلي الصوص ده ايه؟ خفيف عشان هسلق فيه المكرونه. اه. والمفروض ما يبقاش خفيف كده قوي، بس لما هسلق فيه المكرونه هيتقل لان المكرونه هتفرز نشويات. اه. اللهم صل على النبي. نظبط الطعم، فلفل اسود، ملح، سنه بابريكا صغيره بحبها في الوايت صوص، ونقلب دول مع بعض. الله، الف هنا وشفا. عندك شويه جمبري وعايزه تعملي جمبري بتر فلاير؟ حلو قوي. زيت وزبده زياده وعصره ليمون بقى البتر فلاير. عندك شوربة مشروب بالكريمة؟ قطعي المشروب وحطهم مع ده بقت شوربة مشروب بالكريمة. ده مدرسة، ده لغاية كده انت دخلت في المطبخ الطلياني، نص المطبخ الطلياني في أي صوص أنت عايزها. أه زي ما أنا شغال كده. أه النهاردة شرح ميسر والحالة مميزة النهاردة. هناخد المكرونة بتاعتنا يا عم الشيف وتكمل سواها في قلب الصلصة دي وخلصت المكرونة. نعم يا حبيبي. الجبنة بعدين، بعدين مش دلوقتي خالص. أوعى تحط الجبنة دلوقتي. حلة مكرونة تكفي العيلة وحبايب العيلة. كملي سلق هنا على طول. اطلعوا لنا فاصل يا شباب ونعيش مع شكل المكرونة اهي. اتعلمت ازاي يا امي يا اختي يا ست الكل يا ست الحبايب يا عظيمة تعملي ازاي مكرونة بالوايت صوص، سواء سباكيتي سواء بن. اهو عايزة تحطي قطع من الفراخ اهلا وسهلا، عايزة تحطي لحمة مفرومة اهلا وسهلا، عايزة تحطي مشروم اهلا وسهلا، عايزه تحط سجق اهلا وسهلا، عايزه تحط كبده اهلا وسهلا. خلينا نطلع فاصل صغير، ولما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، ده مش من فراغ، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة واللحظات الأخيرة من الإنتاج بتاعنا. كان المهندس في مصنعه، الشيف في مطبخه، المخرج في الاستوديو، كل واحد في مكان عمله بيفرح بالإنتاج بتاعه، سواء بالصورة سواء بالطبق. معايا مكرونة بالوايت صوص، ضفت عود روزماري، ما حطيتش الروزماري، العود الروزماري أخد الطعم بتاعه عشان بعد كده هشيله، وأدي المكرونة أهي. اللهم صل على النبي. عايزاها بالجبنة البارميزان اللي هي الجبنة الرومي، تبشريها وتحطيها، ده طعم.
عذاب الجبنة الشيدر ده طعم، عذاب الجبنة الموزاريلا ده طعم، عذاب الكريمة اللباني وبس ده طعم. حلو الكلام؟ ادي الكريمة اللباني. الله، انا قلت لحضراتكم المكرونة دي عشقي، وصراحة بحب معاها شوية مشروم يعني. وادي الجبنة الموزاريلا، ممكن تكون شيدر لونها اصفر، اختياري. ولادك بيحبوا ايه؟ اهلا وسهلا. وشوية بقدونس. خدي بقى الحتة اللي جاية، انت لو عاملاها بالجمبري، مكرونة بالجمبري مع الوايت صوص، سنة شبت. انا كده كده بحب الشبت مع الوايت صوص. سنة صغيرة كده بأطراف ايدك، ما تكتريش عشان بتقلبش على محش. ونقلب كده. الله، اني اغرق مع مكرونة زي دي كده، واكل بقى بألف انا وشفا، ومعاه واحد عصير ليمون بالنعناع، وتعشينا يا عم الشيف. واقلب كده، خلي الجبنه تسيح، هسيبها على النار شويه على ما نشوف مع بعض الفراخ نحطها في قلب الزيت. يلا نقلي فراخ، يلا نحمر فراخ. نرفع كده، نبدا ننزل بالفراخ بتاعتنا. دي هتاخد تحميره اولى وبعدين تحميره تانيه كده، ايه زي الفل. خلي بالكم نزلت المرحله وننزل بالمرحله التانيه، تكون اتشمعت، ونسيبها في قلب الزيت. بس الزيت ده هنحتاج نزوده شويه. اوبا، يلا بينا. وارفع ده كام يا فندم؟ فاضل قد ايه؟ تمام زي الفل، نعمه. الله عليك، حلو. هديك طبق مكرونه، هنحمر الفراخ كده وتسيبها الفراخ تتحمر. قالوا لي باقي لك 5 دقايق على الختام. هل 5 دقايق على الختام كفيله في ان الفراخ تستوي؟ للامانه لا. ليه؟ عشان نتكلم المصداقيه والشفافيه والصراحه، ده شعارنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. للامانه انا هدي الفراخ دي لون وهطلعها، بس هي استوت؟ لا. عشان اللي بيتابعوني وبيشوفوني بيبقى وانا ايه، صريح وواضح معاكم. دي عايزة لها في تحميرة الزيت دي كده الاول 5 دقايق زي ما انا شغال كده، بعدين بطلعها 5 دقايق تاني وانزلها في الزيت تاني 5 دقايق تاني. عم الشيف قول ايوه، هو ده مهم جدا على فكره. اسيبها دلوقتي 5 دقايق اللي هم الباقيين تقريبا، واطلعها واسيب الزيت هادي، واسيبها بره الزيت 5 دقايق. بعد كده انزلها في قلب الزيت 5 دقايق، تبقى عايزه تايم كام يا عم الشيف؟ 15 دقيقة. 5 و5 و5. ننزل بالمكرونه بتاعتنا يا عم الشيف. الله، شويه مكرونه الف هنا وشفا على قد. شفت الجبنه الموزاريلا نازله ازاي؟ مش عذاب الموزاريلا، عذاب الجبنه الرومي المبشوره. انا بحبها بالرومي المبشوره، تبقى لطيفه وجميله وطعمها حلو. بس نصيحه مني، عملتها بالجبنه الرومي المبشوره، قللي الملح، لانك بتجيبيها من عند الراجل بتاع ثلاجه الجبنه، طبيعي الجبنه الرومي بتبقى شويه مالحه، عشان بس ما تدعيش عليا، بيبقى الملح قليل في سلق المكرونه وفي الوايت صوص. الملح يبقى قليل في سلق المكرونه والوايت صوص. معايا نوع بطاطس طبيعي مش هقدر ان انا اعمله. حلو الكلام؟ ليه يا عم الشيف؟ لانه له تفاصيل كتيره، وانا كان دوري في الحلقه النهارده اجاوب على اسئله حضراتكم. فراخ استوت اهي، بسم الله ما شاء الله، مرزه يا عم الشيف. من خلال السوشيال ميديا، الفراخ الكريسبي بتتعمل ازاي، واسئله كتير كمان، الوايت صوص بيتعمل ازاي. انا هنا بجرنش المكرونه كده بالشكل ده كده، ولكن معايا البطاطس. خلوني اشرح كده بالتوضيح، عايز اعمل البطاطس دي بطريقه الشيف المغازي، وايه خلطه الشيف المغازي. استاذ رحاب بعد اذنك نشوف المقادير، هنشرح نظري وان شاء الله اعود حضراتكم بكره. احنا هنعملها مع لا نعملها بكره ان شاء الله. احنا مع بعض عيله، احنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه عيله، مع بعض كل يوم. فاللي بنعملوش النهارده نعمله بكره. البطاطس دي معانا، المقادير على الشاشه نشوفها معانا. المقادير بطاطس وخلطة من الروزماري والزعتر والزبدة وزيت الزيتون
حلو، البطاطس دي بتتقشر وتاخد التوبنج ده كله مع معلقه دقيق مع زيت زيتون وتخش الفرن. ليه حطيت معلقه دقيق يا عم الشيف؟ مع ان البطاطس فيها نشويات وغنيه بالنشويات ومصدر للنشويات، عشان معلقه الدقيق ديت هتثبت التوبنج بتاع الخلطه اللي انا هعملها، اللي هي الخلطه البغازيه. هجيب الكبه واحط روزماري واحط زعتر، الله على الفراخ. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هتعمل ايه يا شيف؟ تركايه كده. تعرفين الشيف بيحب الايه؟ يجود. ايه ده بقى؟ روزماري. الله 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 الله. الروزماري ده بقى يخلي الزيت ريحته حلوه قوي. محمره فيه بطاطس قبل كده انس، محمره فيه حاجه تانية يعني، بطاطس، معجنات، سمك. لا اوعى تكون محمره سمك وتقلي فراخ، ازعل منك. زيت اخلي عندك برطمان كده او حله لزيت السمك لما تحمري سمك او جمبري، تكتبي عليها زيت سمك او زيت جمبري. ربنا يزيدك يا امي. الله على الفراخ. استوت والله، مرزه يا عم الشيف. العود الروزماري ده خلاني اشم ريحه حلوه وانا واقف جنب الزيت. ما عندكيش روزماري حط ريحان، ما عندكيش ريحان حط نعناع. شفت الحته الفرخه طالعه عامله ازاي؟ بص بص بص، شوف الجمال، شوف الجمال، بص الحلاوه. ايه الحلاوه دي؟ بص شفت اللون. الدبوس اهو، تحب الدبوس اهو. الله، شفت عم قرمش ازاي؟ شوف الطبقه الخارجيه التوبنج ازاي. اهو طلع الفراخ، نطلع الفراخ. سيبيها تنزل زيتها خالص في الرواق. معلش، ممكن تلاقي الروزماري ده غالي شويه، بس صدقني وجوده في المطبخ مهم جدا، بيدي طاقه ايجابيه في المطبخ. شفت حتى انا خدت الروزماري اللي في الزيت عملت بيه برزنتيشن للطبق. حلو كده يا عم، نعد ليه؟ ما هم نزلوا في الزيت قدامك وطلعوا، محدش خد منهم حاجه. هتلاقوهم 14 وزادوا محبه كمان. انا بحب الدبوس بصراحه، والجناح في الفراخ دي كلها بحب الدبوس. اهو خليه هنا كده عشان ما نساوش، والجناح. ألف أنا وشيفة للي ياكل. يا فندم أنا ما حطيتش بيض، راجع الحلقة خالص. اتثبتت إزاي؟ بعون الله الخلطة ثبتت أهي. ولا جبت سيرة للبيض خالص في التتبيلة. هناخد الطبق ده كده، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا. حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة. ما قدرناش نعمل البطاطس عشان المصداقية والشفافية، دي شعارنا على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. احنا هنعملها مع بعض بكره، احنا بكره ان شاء الله بكره في سمك، بس هعمل نوع البطاطس ده إضافي لحضراتكم عشان الأولاد بيحبوا دايما البطاطس مع المكرونة بالوايت صوص. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.